لازم يبقى مركز كويس جدا، ولازم يبقى عارف انه بيلعب برضه لاسمه، ده حكم دولي، كل الحكام الدوليين مباراتهم المفروض تبقى مراقبه، يعني هو لازم يحافظ على اسمه. المفروض بتبقى مراقبه ازاي يا كابتن؟ من مين؟ او مين اللي بيديله؟ مين بيدي تقرير؟ او مين اللي مش عارف؟ الاتحاد الاهلي هنا لازم يبعت صوره هنا المصري هنا يعني. الاتحاد لا 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 الاتحاد المصري الاتحاد المصري بتاع البلد المحلي لازم يبعت صوره من تقرير المراقب لمكانين، للاتحاد بتاعه والاتحاد الدولي، عشان ده حكم دولي. يعني لازم بعد المباراه، بس يا رب التقرير يعني يبقى في تقرير. مين يعني اللي بيكتب التقرير ده؟ مراقب الحكام. يعني لازم لجنة الحكام النهارده تعين مراقب الحكام غير مراقب لجنة المسابقات. مراقب لجنة الحكام المفروض ده بيعمل التقرير بتاعه، بيبقى هو فيه عارف المسختين. الكلام ده كله المفروض طبعا. طبعا اي حكم دولي كده. لان عارف ان في تقرير بياخده بالتقرير دي يا كابتن، بتوصيات وريكومنديشن، طالما فرقه بلد من بره، بس احتراما لازم طبعا ياخده بيها. بس طبعا لازم المراقب برضو على مستوى عالي برضو، خلي بالك انت كيف يتم اختيار الحكم يا كابتن؟ لانه الحكم ولا المراقب؟ الحكم. أوكي. الحكم معلش، انا اصلا اشمعنى الحكم ده؟ بص اللي يعني انا الكابتن عصام وهو قاعد بيفكر في كيفيه، مش هو بيفكر ولا انا ما اعرفش طبعا ازاي يعني الخطوات التي يتم اتخاذها عشان اقدر اجيب. يعني انا دلوقتي عندي ماتش الاسبوع الجاي الاهلي والمصري. كويس. خلاص كويس. الاهلي والمصري معروف ان هم يوم 25/4. تمام. فانا من دلوقتي هبتدي ابعت، فببعت بالزبط. انا كلجنه حكام ببعت لثلاث اهم ثلاث. وتبعت ايه بقى؟ تبعت يعني إيه؟ انا المفروض ابعت ايه؟ هو ده اللي انا عايز افهمه. او الناس عايزه تفهمه. اوكي. المفروض الصح اللي بيتعمل، اللي زمان كان بيتعمل ايام كابتن محمد حسام طبعا الله يرحمه واللجاني السابق، كان بيبعت ايه؟ يبعت مثلا للمجر عاوز فيكتور كاساي بالاسم. الله وده اللي بيحصل. ده زمان، دلوقتي لا. انا عاوز فيكتور كاساي من المجر، خلاص يبقى انا بعت ايه؟ ايميل للمجر. تمام. اروح بعد كده مثلا عاوز مردوفيتش من صربيا، اروح باعت له بالاسم. 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 طب افرض الاثنين وافقوا، انا اختار، بس لازم اعتذر بقى. اللي انا اعرفه هنا، وده متاكد، اللي انا اعرفه من لجنه الحكام الرئيسيه، هم بيعملوا حاجه انا شايفها مش صح. بيبعتوا ال10، نفترض مثلا لو 6 وافقوا بيختاروا واحد والباقي ما يعتذر لهمش. فتاني مره اما انت تي ده، خلي بالك بيبصر. انا بقولها لك دي والله، في حكام من بره هم اللي قالوها لي، حكام من بره، يعني مش لدي ذكر اسمائهم، حكام من بره في اوروبا بيقولوا انتوا قبل كده بعتوا لنا وبعد احنا ما وافقنا انتوا ما ردتوش علينا. فتاني مره انتوا ما بعتوا احنا ما ردناش. فالمفروض يعني المفروض انت طالما انك بعت ال10، معلش خلينا تاني، احنا في ال10 دلوقتي ابعت ل10 اتحادات. بالظبط. ال10 اتحادات رد منهم 5. بالظبط. بيختار واحد من الخمسه والمفروض تعتذر للاربعه. على اساس اعتذرت؟ انت بقى انت بقى على اساس ايه بتختار انت السيره الذاتيه بتاعته؟ مين بقى هو؟ كابتن عصام ولا طبعاً اللجنه؟ لا كابتن عصام طبعا، عصام واللجنه يعني. بس هو المفروض ايه؟ المفروض يقول اسم. انا عارف فيكتور كاساي من